فدائما أعداء السنن متناقضين. ليه؟ لأنه ما فهموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فتنطعوا وخابوا وخسروا وذهبوا يمنة ويسرة فضلوا وأضلوا. وكما قال البربهاري البدع تبدو أو تبدأ صغيرة ثم تروح كبارة. أي بدعة شفت كيف؟ داك مش بدأ مشى الكويت مشى لحياة التراث صحيح ولا ما صحيح؟ بعد شوية جاء قال شنو؟ الرئيس الجماعة ديك قال الحركيين قال ده من قال ده من أفاضلهم. ثم الشكر لكم إخواني في جماعة الإخوان المسلمون على هذه الدعوة الكريمة، وهذا الذي نريده الآن أن نكون قريبين من بعضنا البعض في وقت يقصد الأعداء تشتتنا، ولكن نحن علينا أن نعوض عن ذلك بمزيد من التقارب مزيد من الائتلاف. بعد شوية بقى يشكر في الصوفية، بعد شوية أموره جاطت مرة واحدة، وهكذا البدع. وديك أول حاجة بدوا بمذكرة قالوا سرية، هسا مشوا فطروا مع زعماء الحركيين في البلد دي، مش مشى الدكتور وقال يعني دهرنا تغارب معاكم، وانت معاهم جوا تغارب وين تاني؟ زمان جوا قبل 30 سنة انت جوا. فالبدع تبدأ صغارا ثم تروح كبارا كما قال سلفنا الصالح.